الحمد لله ذي السلطان القديم وذي المن ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم، أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب أن يحمد وينبغي له، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدًا يملأ الأرض والسماوات وما فيهما وما بينهما وما شاء ربي غيرهما من الكائنات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الكلمات التامات والدعوات المجابات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأحسن ملة وأكمل شرعة وأعظم آية وأقوم حجة. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، الذين هم خير قرون الأمة وأول وأكرم من يدخل الجنة وأكثر أهل الجنة. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فإنها لكم خير اللباس في الدنيا وخير الزاد للدار الأخرى، وإن أهلهما خير العباد للمولى جل وعلا، وهي شعار أولي الألباب والنهى. عباد الله، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هداكم للإسلام وفضلكم به على من سواكم من الأنام، وأتم عليكم به الإنعام، ونوع فيه الطاعات، وفرض عليكم العبادات المتحتمات، وتابع عليكم فيه بين مواسم الخيرات، وكثر لكم فيه من موجبات حط الخطيئات ومضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات ووسائل الكرامات وجزيل وكريم الهبات. فصيام شهر رمضان وقيامه تغفر به الذنوب، وصيام ست من شوال مع رمضان يعدل صيام الدهر، وأفضل أوقات العمرة وأشرفها أشهر الحج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، يعطيهم ما سألوا، ويستجيب لهم ما دعوا، ويخلف عليهم ما أنفقوا الدرهم بألف ألف درهم. وفي الأوسط للطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أهل أي ما لبى مهل ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. أيها المسلمون، الحج أفضل عمل بعد الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفيهما أيضا عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي ليس فيه إثم،
والذي يحصل فيه إطعام الطعام وإسعاف المحتاج والإكثار من التنفل والذكر والدعاء. أيها المسلمون، وفي صحيح ابن خزيمة رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، يعني من الذنوب. وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي سنن النسائي رحمه الله بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد الكبير والضعيف والمرأة، أي جهاد من لا يستطيع الجهاد أو لم يتيسر له لكونه ممنوعا منه أو قادر أو غير قادر عليه. معشر المسلمين، الحج لغة هو القصد إلى معظم، وشرعا هو زيارة بيت الله الحرام والوقوف بالمشاعر العظام أداء للنسك المعلوم من دين الإسلام في وقته على وجه التعظيم والتقديس تذللا رغبة ورهبة لذي الجلال والإكرام. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الآية. وقال سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الآية. وقال تعالى: ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لكل جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. معاشر المسلمين، الحج فرض ثابت بشرطه على كل مسلم مرة في العمر، فهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو تاج لكل مسلم، وهو للجنة العلية سلم، وهو جهاد من لم يستطع الجهاد، وعنوان للتقوى التي هي خير لباس وخير زاد، وهو من الحاج تسجيل لاسمه في ديوان رب العباد، وهو سبيل منافع ومدفعة فقر ومجلبة رزق وغنى ومكفرة للذنوب وحجز للمقعد في الجنة، وهو كذلكم براءة من اليهودية والنصرانية ومجانبة للوثنية، وهو توحيد وافتقار واسترضاء لرب البرية. أيها المؤمنون، كم في التنزيل الكريم والذكر الحكيم من آية محكمة فيها الحظ على مبادرة الطاعات والاستباق إلى الخيرات قبل الفوات، كقوله سبحانه: فاستبقوا الخيرات، وقوله جل ذكره: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولقد بشر الله جل وعلا المتسابقين إلى الخيرات بالسبق إذ يقول: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول جل ذكره في بيان ثوابهم في الآخرة على سبقهم إلى الخيرات في الدنيا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. معاشر المؤمنين، اعرفوا شأن هذه الفريضة العظيمة
والعبادة الكريمة، فاغتنموا فرصة الحياة في الاستكثار منها أداءً للفرض، ثم متابعةً في النافلة تكميلًا للفرض وإرضاءً لرب السماوات والأرض. اغتنموا الفرص قبل زوالها، واغتنموا العافية بعد تبدلها، واغتنموا نعم الله سبحانه وتعالى عليكم قبل ذهابها، فإن النعم عوار ينبغي أن يستعان بها على طاعة الله لتبلغ صاحبها رضوان الله عز وجل. ألا وإن استغلال النعم في الطاعة للمنعم علامة على التوفيق للخير، وأمارة بحسن الخاتمة، وسبب خير يدل على مثله، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فاغتنموا عباد الله حياتكم قبل ذهابها، ونعمكم قبل زوالها أو زوالكم عنها، واغتنموا الفرص قبل أن يعرض لها ما يكدرها في أداء الفريضة والاستكثار من النافلة ما دمتم في زمن المهلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. وأحسنوا التأسي بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الأسوة الحسنة المؤمنين الذين يرجون الله واليوم الآخر. فإنه صلى الله عليه وسلم قد بادر إلى الحج أول ما فرضه الله عليه، وتحققت له الاستطاعة وزال المانع، فإنه صلى الله عليه وسلم فرض الله تعالى عليه الحج على الراجح من الأقوال عام 9 من الهجرة، وحج صلى الله عليه وسلم عام 10 من الهجرة. أيها المسلمون، ولقد اشتملت دواوين السنة المعتبرة على جملة أحاديث عن نبيكم صلى الله عليه وسلم فيها إرشاد للأمة إلى المبادرة إلى أداء فرض الحج ونافلته اغتناماً لمهلة الأجل، واستباقاً لصالح العمل، واستفادة من الجدة والسعة، وحذراً من العوارض والعوائق، كقوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر، وكقوله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا، تقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج أحد. وفي ذلكم إشارة بليغة إلى ما يمكن أن يحدث في المستقبل من خلل الأمن، ووجود عصابات تخيف الطرق وتعتدي على سالكها، وكقوله صلى الله عليه وسلم مخبرا عما سيكون آخر الزمان:
حجوا قبل أن لا تحجوا، فكأني أنظر إلى الحبشي أي الذي يهدم الكعبة آخر الزمان. أصمع أي صغير الأذن، أفدع أي معيب الرجلين، بيده معول يهدمها يعني الكعبة حجرا حجرا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا تعجلوا الخروج يعني إلى مكة شرفها الله للحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وفي سنن الدارمي رحمه الله: في الوعيد لمن ترك حج الفريضة مع استطاعته وعدم العذر قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فلا يليق بمؤمن بالله واليوم الآخر أن يتهاون بأداء فرض نسكه، فإن التهاون خطير ونذير بسوء الخاتمة شهير. بل لا ينبغي عباد الله لمؤمن وسع الله عليه واستطاع الوصول إلى بيته الحرام لأداء الفريضة أو النافلة أو النافلة أو العمرة أن ينقطع أكثر من 5 سنين، كما جاء في صحيح ابن حبان رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه وسعت عليه في رزقه لم يفد إلي في كل 5 أعوام لمحروم. فاعتبروا عباد الله، اعتبروا بما سمعتم من النصوص المحكمات من الآيات البينات والأحاديث الصحيحات الحاثة على المبادرة إلى النسك فريضة أو نافلة قبل أن تشغله العوارض وتحول دونه الموانع، وأنتم تعلمون ما يجري في أوطان حولكم مما كدر العيش وأزال النعمة وجعل الناس في شقاء وبلية حتى لم يتمكنوا من صلاتهم ولا المحافظة على حرماتهم. فاشكروا الله تعالى على إنعامه واقبلوا فضله وإكرامه وبادروا إلى طاعته عموما وإلى أداء فرض الحج والعمرة خصوصا. استبقوا الخيرات وسابقوا إلى المغفرة والجنات، وابتغوا عند الله رفيع الدرجات، واحذروا أسباب وصول النار والوقوع فيما فيها من الدركات. اشكروا الله على إنعامه واقبلوا منه إكرامه واستعينوا بفضله على طاعته واجعلوا نعمه سلما للمزيد من فضله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل أولي التقى، وجعلنا مباركين أينما كنا، وكتب لنا زيارة بيته فريضة ونافلة سنين متعاقبة ومددا متوالية على الوجه الذي يرضيه عنا. كما أسأله سبحانه أن يجنبنا النار وأن يورثنا الفردوس مع الأخيار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، إن الله يعلم ما تفعلون. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن المنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.